طيب سريع عشان احنا وقتنا خلص. حضرتك كنت بتكلمني كمان عن نقطه مهمه عايزين نقولها قبل ما نخلص حوارنا، وفكره تخطيط الطرق والتنسيق ما بين الجهات علشان ما نبوظ تخطيط كان موجود قديما. هو عموما يعني استكمال اللي كان حضرتك مع الاستاذ محمود، هو يعني فكره كفاءه الاداره وكفاءه استخدام الاداره وتطوير النظم الاداريه وتغيير. احنا عندنا الدوله دخلت على مرحله تغيير كبيره بعد الناس خرجت في خروجين كبار وثورتين وكلام زي كده، ومستنيين تغييرات حقيقيه في النظام الاداري. هذا اللي بيحصل لا يتماشى مع توقعات الناس من تغييرات في الجهاز الاداري وكفاءه استخدام وتطوير النظم اللي جواه. وعلى فكره ما حصل تغييرات خالص في الجهاز الاداري، احنا بنتكلم عن تغيير لكن ما بيحصلش. وكمان ان انت لازم تغير الرؤوس والعقيده اللي بتحكم هذه الاجهزه بحيث تقدر تطور تقدم فيها. الفكره اللي كنا بنتكلم فيها اثناء عن غياب التنسيق بين المحليات وبين الاجهزه الاخرى، ان احنا جزء من مشكله المطره ان احنا الطرق واحنا شغالين بنيجي البلاعات الصرف اللي المفروض مسؤول عنها المحلات اللي بتسلكها، بتيجي هم بيعملوا الطريق يروحوا سادين البلاعات او يغيروا ميول الطريق ما تصبحش الميه راحه على البلعات دهين. ده جزء من فهم كل واحد لمسؤوليته. لازم يبقى لو احنا دوله حديثه عايز تقدم لقدام لازم نستخدم العلم. عندنا حاجه اسمها مهندس استشاري لازم يقوم بدور ويحاسب عليه. عندنا مقاولين لازم تطورهم، ما ينفعش كل الشغل يروح للمقاولين العرب او اي كان الشركات الكبيره يعني اللي دايما بتاخد الشغل وتديني مقاولين صغيرين غير على فكره معظمهم غير مؤهلين، وتروح الفلوس الجاب اللي موجوده هي حضرتك قلت بالظبط وتروح لناس تانية مش راح. على فكره واحد لجيوب الشركات دي احنا موافقين هيتنموا وهيعملوا شركات كويسه. لا بالعكس وهيتعلموا بس كده، لكن بيروحوا بالبلدي كده لسمسره الشغل. هي دي المشكله. وسمسره الشغل لما يكونوا داخل الجهاز الاداري يبقى الجهاز لما يكون داخل شركات قطاع عام او شركات حكوميه او قوات ده اللي هو بيروح بيصب في سكه اهدار المال العام. بالظبط كده، وبالتالي ده عايز تعديل هام. جمله اخيره يا باشمهندس، التنسيق اللي فيه خلل ده يتظبط ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ التنسيق ده حضرتك لابد ان يكون بصفه دوريه من خلال نشرات ترسل للشركات المعنيه بخدمات الصرف الصحي والميه، على انه في جميع الاحوال لابد من اشتراك الشركات مع الاحياء في تنفيذ هذا الموضوع وقت تنفيذه ثم تسليمه الى شركات المياه والصرف الصحي اللي بتعمل على كده على تشغيله وصيانته. شكرا جزيلا. شرفتني يا باشمهندس. شرفتني يا دكتور. شكرا جزيلا استاذ محمود. شرفتني. والملف الحقيقه لسه ما خلصش، محتاجين ان احنا نقعد له قعده واثنين وثلاثه. في نص دقيقه، في 10 ثواني عشان معزتك عندي. 10 ثواني. 30 مليار جنيه يتم انفاقهم على شبكه ابار صرف وليست ابار ري زي ما قلت على مستوى الجمهوريه، تمام، خلال 3 سنوات يساعدونا على حصد حوالي 10 مليار متر مكعب ميه اللي بتتساقط من الامطار وتهدر، وعاوزين نوصلها البحر، نوصلها للماء الجوفي مره اخرى لتعويض الخزان الجوفي في مصر. ده الكلام صح. دي محتاجه قاعده، دي نشرحها بتفصيل، بس في النهايه الحل موجود، بس لو احنا عايزين نحل. الحل موجود لو احنا عايزين نحل. شرفتني يا استاذ محمود. الله يخليك. شكرا جزيلا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل موضوع تاني لا يقل اهميه، صحه المصريين، ماذا ياكل المصريين، ودور وزاره الصحه في الرقابه على ما يدخل معده المصريين، بعد الفاصل.